مشاهدي قناة الدار، أهلا ومرحبا بكم مجددا دائما بمنطقة إمليل. من بعد زيارة واكتشاف الحضور الكبير للسياح الأجانب وأيضا المغاربة اللي جاوا باش يقضيوا أجواء رائعة بمناسبة رأس السنة، خرجنا باش نسولوا أبناء منطقة إمليل على الطريقة اللي كيفاش ولاو كيعيشوا، كيفاش ولات الأجواء من بعد الحادثة، من بعد أول الفاجعة للمقتل السائحتين للكل اللي كيتكلم عليها داخل وخارج المغرب. تابعوا معنا. تكينا خير الله، ما صعيب عليه باش ننسى هذاك الشيء، يعني ذاك الشيء اللي طرا يعني ما مقبلينوش الناس، فهمتيني؟ ذاك الشيء جاء على المنطقه يعني على غفله، والمنطقه مولفاش بهذا الشيء، ما قبلوش، ولكن وجاتهم صدمه يعني ما عرفتش ما قبلينش. وبالاخص ولاد المنطقه، يعني هنا منطقه معروفه يعني معروفه بالسياحه، وما عمرها طرات فيها يعني بحال هذا المشكل هذا، وجانا هاد الشيء على غفله، فهمتيني؟ هاد الشيء طرا يعني بحال تضربتي في واحد من ولادك ولا، فهمتيني؟ يعني ما صعيب باش ننساو هاد الشيء. كيفاش ولاو عايشين الساكنين ولات، وربما ولات ايوا الناس راه تدريجيا شي شويه عاوتاني بدات المسائل كترجع للحالتها العاديه، وهذا هو اللي كاين. بمناسبة رأس السنة ولا الناس حاضرين؟ شويه الحمد لله برأس السنة، يعني راه الناس كاينين، ماشي ما كاينينش، الله يجعل البركه كاينين. ولكن ملي تفوت هاد راس السنة شوف القضية يعني شنو هو رد الفعل ديال السياح. ديال السياح شنو. شكرا. كيما هذيك الساعة فاش كانت، كيما هذيك الساعة فاش كان، واخا طرا هادشي اللي طرا، كيما هذيك الساعة فاش مازال ما طراش شي. الحمد لله راه الوقت زينة، كيما تزاد الوقت زينة ولات زينة، تزاد غير الوقت ولات زينة، ماشي كاع بحال ديك الساعة. كل تبارك الله راه زينه تعرفت اكثر. الحمد لله تعرفت اكثر من داك الشيء، وما حنا كنا خايفين، ولكن ولات الوقت زينه الحمد لله، زينه الحمد لله اكثر من داك الشيء ديك الساعه. الله يعطيك الصحه. الحمد لله راه زينه الوقت، ولكن واخا هكاك كنحشم نهضر مع النصارى، كنحشم نهضر مع النصارى، انا نحشم نهضر معاهم اصحاب، واش ملي تقول الخبار يسحبوا واش مايين البلاد ولا لا. حنا ما حنا هادشي ما عمرنا كان هادشي. يعني كانت ديك السيمانه الاولى متاثرين الناس هنا بزاف، خصوصا حنا اصحاب النقل تاكسيات، ولكن دابا الحمد لله يعني العالم كله راه عنده الثقه في المغرب، وعنده الثقه حتى في المنطقه وفي ابناء المنطقه. كما كتشوفوا راه عديد ديال المواقع ديال اللي على برا، انهم الناس ديال برا ديال فرنسا ديال المان ديال هولندا، الناس ديال اوروبا، انهم تيشيدوا بابناء المنطقه وتيشيدوا بالكرم ديالهم وحسن المعامله والضيافه ديالهم. ان المنطقه الحمد لله دابا عرفت واحد، خصوصا في هذا الويكاند ديال راس العام، عرفت واحد الازدهار، واحد نمو ديال السياحه ثاني. يعني اش غنقول لك انا، 5 سنين هذه عمر شي راس العام ما شفتو بحال هذا راس العام هذا، يعني عامر الناس مرحبا بهم. درتوا لانكري؟ درنا ضروري، درنا لانكري للمنطقه، ودارو اشهار منها اشهار. حنا متاثرين بصح بالفاجعه، يعني بقى فينا الحال، ومنضامين مع كاع المغاربه اللي يعني متضامنين مع هاد الناس، متضامنين مع كي تنتضامنوا مع المغاربه ديالنا، خصنا نتضامنوا مع هاد الناس هادو، يعني هما ضياف عندنا، خصنا نرحبوا بهم، خصنا نحسن الضيافه ديالهم، وهذا الشيء اللي علينا في المنطقه راه تنديروا. كسؤال اللي بغيت نسول وسولت به مختلف ابناء المنطقه، من بعد الفاجعه ديال مقتل السائحتين، انتم كابناء المنطقه كيفاش وليتوا عايشين؟ كيفاش ولات الاجواء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. من اللي وقع داك الشيء خفنا باش السياحه ما تكونش شيال، باش حيت الا مشات السياحه ما غاديش نخدموا مازال. الحمد لله من اللي بحال هذاك الشيء، بحال ما كاينش، بحال عمرو ما كان حتى شي تاثير. بحال ما عمرو ما كاين، داك الشيء داز الحمد لله. ايوا دابا الحمد لله مزيان، عايشين مزيان. ديك الساعه بحال ديك الساعه بحال دابا، بحال كاين السياحه مزيان، والناس كلشي خدام، وداك الشيء طرا داز الايام ديالو، ولكن ما كاين نقصان كاع. داز داك الشيء ما كاين نقصان فيه، انما كلشي حاضي دابا وكلشي خدام، وكلشي داك الشيء من اللي حيد من البلاد ما كاينش مع ولاد البلاد مزيان، احنا فرحانين من اللي ما كاين ولاد البلاد.
انما يكون كاين ولاد بلاد كلشي غادي يتخلع حتى واحد ما تشوفه ما يجي. ولكن دابا بعيد علينا داكشي وحنا حاضرين دابا عرفنا الناس عرفنا الخاوي ومن العامر ايوا كاع اللي شفنا راه اي داكشي اللي كاين دابا كاع اللي شفنا خصنا تنشكو فيه خصنا نعلمو به خصنا نحضيو حتى حنا نعسو نخدمو ماشي غير السلطة انما حنا اللي ساكنين هنا ماشي السلطة تيجيو ولكن تيمشيو خص حتى حنا نتعاونو الا كان شي حاجة صعيبة وما خدمش البلاد خصنا نعلمو بها. الله أمر هذا مزيان القضية بخير وعلى خير إن جاية موجهة مزيان بخير وعلى خير فهمتي قضية زعما قضية مزيان الحمد لله راس العام هذا راس العام بخير وعلى خير الناس متجهة راس العام حتى الناس تهلاو فيهم وجدوا ليهم بخير وعلى خير. اش كتمنى ان شاء الله العام الجديد؟ كنتمنوا الخير ان شاء الله للمستقبل كنتمنوا الخير ان شاء الله للجميع المسلمين الله يسلم عليك. وبخير وعلى خير الحمد لله لا في النصارى لا في المغاربة راه القضية راه بخير وعلى خير البلاد راه ناشط خصنا غير شوية ديال الفلوس غادي يجيب الله غير شوية ديال الفلوس غادي يجيب الله يما القضية زعما راه بخير وعلى خير وبخير وعلى خير والقضية ناشطة داك بخير وعلى خير كلشي بخير وعلى خير حنا حمدنا الله وشكرنا ملي شدنا هذيك سميتو راه بخير وعلى خير ملي شدنا ذاك البرانيين راه بخير وعلى خير الحمد لله. شكون اللي كيجي عندكم دابا في هذا راس العام كيفاش انت كتوجد باش المغاربه ويجيو تحت تنوجد انا بغله ديالي باش نهزلي انسان هادشي اللي تندير انا بغله بيضاء يا شتيني قبيله تما انا بغله بيضاء تنوجدو تما الانسان اللي جا مرحبا به تنديه الى القرقعه الى بغى القرقعه نعطيه من داري ونعطيها تاي من داري ومرحبا به تنقول ليه مرحبا مرحبا والف مرحبا والله ينصر سيدنا ألف مرحبا والله ينصر سيدنا وحنا راه بخير وعلى خير راه المغرب ديالنا راه فيه واحد الأمان اللي ما عارف حتى شي واحد من غير بحالي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب بارطاجيو الفيديو ديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.